يا السيد رئيس الجمهورية انصرنا، يا نتمنى الرجال منك النصر، منك ومن الله النصر. ما ناش متعدين على واحد، ما ناش ظالمين واحد، راه في عمري 80 سنة ميترة تاع تراب ما نتحملهاش. يا ودي شبر تاع تراب، شبر تاع تراب ما نتحملوش. ابن المنطقة راني ابن المنطقة، وهذا السيد راه دار لي دفتر عقاري ليلا. مستثمر هذا دار لي عقار ليلا. هو شاري على ابن عمه، ما حقوش هو اللي سنيني، سنيني ابن عمه. واسمع اسكت. وإذا كان ابن عم، ولو كان ابن عمه عاد مقا ميترة ما يخلونيش نقعد عام. ما يخلونيش نقعد عام في هذه الارض، وكان حاربوني حتى بالسلاح. هذه راه عاد 29 سنه من 2000 من 25 من 95 اليومون هذا مازال ما عفس فيها واحد. راهي نحرى فيها نزرع فيها زرع، هاليك زرع ها زرع الشهود الجيران كريت لهم ثلاث خطرات. ومن بعد والسيد هذا جاء في 2018 و2017 اصبح هو ولو كان شوف شارع لابن عمه، لو كان والشارع لابن عمه نهضر معاه. نقسم لك بالذي لا اله الا الحي القيوم، ما نزل على محمد، اول صوره واخر صوره، هي الورقه هي هذا الكارني العقاري اللي يسعى فيه وثيقه اللي صحيحه. هذا الشخص هذا المستثمر هذا شرى قطعه الارض، قام بشراء قطعه الارض بجانبنا في 2017 فقط، وحنا هنا ورانا ابناء المنطقه، وبوي شيء الوالد تاعنا ابن المنطقه، الوالد تاعنا ابن المنطقه، ورانا نستصحوا فيها، بالفيلاها. هذا الشخص هذا المستثمر جاب لنا عقد ملكيه، نهار مره يقولنا هبه تاع جدي، اعطاها لي هبه جدي، ومره يقولنا لقيتها في الخريطه مع السيد اللي باع له، لقاها في البلون ما فاش عارف، فاهم روحه. نحب نسقسي هذا الشخص هذا وين كان، نسالوا هذا الشخص وين كان في 2017 2018 2019 من كنا نحفروا في الفراج، من كنا نسطحوا في الارض، من كنا نخرجوا بالحجره، كنا ننقوا في الحجره، كنا نفلحوا بها. وين كان هذا الشخص؟ وين كان؟ على ما جاش طالبنا وجاب لنا العقد الملكيه تاعو هذا؟ على واش ظهرنا في 1900؟ على واش ظهرنا في 2023 فقط؟ وين كان هذا الشخص؟ نداء الى سيد ولي ولايه تيارت، ارجو ان تنصفنا وتفتح تحقيق في القضيه في اغرب الاجال. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الشهيد ممثل شركه الازياز شركه فارس وشركه بروداميك، هذه شركه عائليه، شركه واقعه في فرع واحد. حبيت نرد على جارنا هذا ريان الذي دعا بقطعه الارض نتاعو تعدينا عليها، ولكن هذا مش صحيح، باسكو قطعة الأرض هذه تابعة علينا وعندنا الإثبات للدفتر العقاري. قطعة الأرض هذه فيها 8 هكتارات، مانيش نتكلم على قطعة الأرض اللي فيها هو البناء الريفي نتاعو والبئر، نتكلم على قطعة الأرض اللي محاذية للطريق وراه يقولها تابعة لولاية الجلفة، ولكن هي تابعة لولاية تيارت، والدليل على ذلك انه هو باني فيها سكن ريفي ومخرج الوثائق تاعو من قصر الشلاله والاتيرت. حتى الكهرباء يتم تزويده بالكهرباء من مصلحه الكهرباء بقصر الشلاله والاتيرت. احنا عندنا وثائق الحمد لله، وثائق كلها عندنا، ودرنا جبنا مهندس اخصائي في العقار ودلنا الارض تاعنا المساحه نتاعها وين جايه، ورجعنا للقضاء. الحمد لله القضاء انصفنا وزاد اكد ذلك في مجلس القضاء، والحمد لله يعني قضيه مفروغ منها. واضح. وكما هذا عائله ريان يعني معروفه من عند القاسي والداني، انه احنا عندنا علاقه معهم وطيده من ذكري يعني من اجدادنا. الوحيد اللي عندنا معه مشكل يعني حشمنا منه، وقبل هذا المشكل احنا كان بسبه انه احنا عندنا علاقه معهم ما حبيناش نديروا سياج ونبلعوا الطريق وكذا. وشو نقول راهي هذه وخلاص. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس
الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.